مرحبا واضح، أنا فاطمة الحمادي، فنانة تشكيلية إماراتية. الفن رسالة توصل فيها فاطمة الحمادي أصالة اللغة العربية، الهوية العربية، الجمال. الفنان العربي ليس بأقل من فنان آخر. الفنان العربي يتميز بالطموح، يتميز باستمرارية الإبداع، يتميز باستمرارية الابتكار. وصلنا للمريخ وراح يوصل الفن لأعلى مستوى في العالم. الحروف العربية فيها إيقاع حركي عجيب. الإيقاع الحركي هذا حبيت أني أنا أبرزه مع الأعمال الفنية التشكيلية، فكان تركيزي على الحرف العربي وليس على الخط العربي، فحاولت أني أنا أبرز جماليات الحرف العربي في لوحاتي، واخترت الحرف العربي بالذات عشان أبرز أصالة اللغة العربية، حروف لغة القرآن بجانب فني مميز. أول شيء من داخلي، التشجيع كان من داخلي أنا، التشجيع اللي يعطي الإيحاء للي حوالي أني أنا موجودة، هوايتي موجودة وراح أبدع فيها، فبالتالي خلى الكل حوالي يشجعني. وطبعاً زوجي له الجانب الكبير في الدعم. كل فنان له لوحة فنية قريبة إلى قلبه. فاطمة الحمادي لها لوحة سميت بالجوهرة، وهي فعلاً جوهرة وهي القريبة إلى قلبي، وانعرضت في أجمل معرض وأرقى معرض بينالي الخط العربي بحضور الشيخ سلطان القاسمي حفظه الله. فريق فناني جرافيتي الإمارات فريق متميز أثبت جدارته في الساحة الإماراتية الفنية، نعبر فيها عن الأحداث، نعبر فيها عن ثقافة الإمارات، نعبر فيها عن هويتنا العربية. عملت على مشروع لفترة بسيطة للأزياء العربية، لكن الجانب هذا توقف. فن الجرافيتي أخذ من فاطمة الحمادي وقت أكبر. فاطمة الحمادي فنانة في مجال التجميل أيضاً، أينما وجد الجمال أكون أنا موجودة. نصيحة للشباب الطموح، استمروا في طموحكم، حققوا أهدافكم وابتكروا أهداف خارج الصندوق، تبدعون وتتركون أثر طيب وإبداع لهذا العالم الجميل. شكراً واضح، فاطمة الحمادي من قلب الإمارات.